النهاردة طلعت أخبار خطيرة جداً من روسيا. روسيا أعلنت رسمياً عن وجود محاولة منظمة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الحقيقة الموضوع ده أو الخبر ده وقعد تفتكر أنه هو خبر هيد مثلاً، حاجة عادية، لا ده تصعيد مباشر، لأن أنت هنا مش بتستهدف مثلاً قائد كبير داخل الجيش الروسي مثلاً، مش بتختال وزير الدفاع، أنت بتختال رأس الدولة فلاديمير بوتين شخصياً. والتصعيد ده وراه حاجات كتيرة جداً، بس الأغرب هو تفاصيل محاولة الاغتيال، تفاصيل برضو غامضة ومش مفهومة، ولما تيجي تبص على الفيديوهات اللي طلعت هتلاقي في حاجة غريبة. الأكتر من كده إن محدش أعلم مسؤوليته، لا فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني قال أنا اللي استهدفت بوتين، ولا أوكرانيا نفسها حد فيها طلع وقال أنا اللي استهدفت بوتين، وأمريكا نفسها تقول لك إحنا بنشوف اللي بيحصل، إحنا ما نعرفش حاجة. محاولة اغتيال غريبة، وهو تحقيق جنائي، وأنا عاوزك تفكر في النتائج وتقول لي مين الفاعل.